هذيك حاجه اخرى هذيك راه جد نيت كنحس بواحد السعاده والله العظيم باش يتزاد شي وليد عندنا في الدار ويتزاد وليد ويتزاد بالاسم ديال المرحوم كنحس بواحد السعاده وبواحد الفرحه كبيره والله. وهاشم مازال ما عرفت والله قريب ان شاء الله مازال ما عرفت هو اللي كيخطط لحياته. وقلتها لهم كاملين كاع اللي كيسولوني ولا شي حاجه تنقول لهم كانت عندها التمثيل غديرو ما كانش عندها ما ديروش. كان عندها الغناء ديرو ما كانش عندها ما ديروش. بنت بشي حاجه مزيانه وعندها شي مستوى في هذا الفن بسم الله ما كانش عندها تمشي تكمل قرايتها وتزوج ودير وليداتها تمشي بحالها هذا هو اللي كاين.